اسمي خديجة طارق، معروفة باسم خديجة الغواص. أنا من اسكندرية، أنا طبيبة أسنان لسه متخرجة 2016. أنا برسم جرافيتي، خطاطة، بكتب خطوط كتير، بكتب عربي وإنجليش وهندي وأردو. كان عندي مشروع تخرج لواحدة صاحبتي كنت بساعدها فيه، وكانت مطلوب منها تعمل حاجة عن مركز خطوط، فكنا عايزين حاجة بالخط العربي فكرتها جديدة. فاتفرجنا على فيديو على اليوتيوب لجوليان بريتون، أول واحد كتب الفن ده. بعد ما خلصت المشروع كان عبارة عن 5 بيسز، بدأت بقى فريلانسنج مع نفسي، أطور واشتغل على الفن ده أكتر، أخليه حاجة تراديشنال مش فريلانسنج أكتر. الفن ده عبارة عن مزيج من 3 حاجات، فوتوغرافي وكاليجرافي وفيزيكال ورك. البروسيس بتبدا ان انا بختار الكلمه على حسب الحدث اللي عندي او المينينج اللي انا عايزه اقدمه من خلالها، وبعدين بكتبها بخطوط مختلفه على الورق وبنقي الخط المناسب علشان اكتبه على الهواء قدام الكاميرا. الموضوع كله ان الكاميرا بتتظبط على مانوال مود، لونج اكسبوجر، سلو شاتر، وما اتنين نفس الفكره، على 30 ثانية أو أكتر على حسب أنا أوت دور ولا إن دور، وبكتب الكلمة بالعكس قدام الكاميرا بالخط اللي أنا مختاره. أنا بسعى أن يكون ورا الكلمة أياً كان معناها إيه أو في أنهي سيتويشن، انها تبقى حاجه مريحه جدا علشان الطاقه اللي طالعه من الحروف هي دي اللي بعتمد عليها في توصيل اي رساله بقدمها. الصوره دي فعلا مش فوتوشوب وممكن اي حد يفبركها. الصوره دي عرض حي قدام كاميرا بمجهود بدني يعني جامد. نفسي ان هي تنتشر واوصل رساله من خلالها مش اكتر، والناس يعترفوا بيها كنوع فن جديد.